الصلاح من قبل الشعب، ذلك الرضا. الشعب ما موافق على محمد توفيق علاوي، الثوار ما موافقين، ذلك الرفض. احنا حاليا كطلاب ماكو فايده لدراستنا، خلينا نضحي بسنه سنتين، نضحي بمقاعدنا الدراسيه، هنا نقدر نعطي شهداء، نعطي وايد دم. احنا فدوه لهم سنه وسنتين عادي، يعني المهم انه بعدين نلقى نتيجه. ما زالت لحد الان وما زالت الثوره السلميه، صحيح انه دخلت احزاب انه حتى تخرب هذه الثوره، ولكن ثورتنا باقيه سلميه. احنا طلاب طالعين على حب الله والوطن، وهدفنا انه بس تغيير تحقيق المطالب، وسلميين احنا يعني مستمرين لحد ما يتحقق المطالب، لحد ما نلقى نتيجه، وباقيين على سلميتنا. ما راح نطلع خارج اطار السلميه، واحنا كطلاب الشريحه الاكبر راح نبقى نتظاهر ونسوي مسيره حتى تحقق المطالب. Oh, hey.
الثورات النابية. في بداية الاحتجاجات انتفض العراقيون بالملايين من أجل هدف واحد، هو نريد وطن. نريد وطن بمعنى أن وطننا محتل ومختطف من قبل جهات خارجية، ومختطف من قبل أحزاب سياسية فاسدة ومجرمة تقتل الشعب وتنهب ثرواته. لذلك كان المطلب الأساسي للعراقيون العراقيين المنتفضين هو إسقاط النظام السياسي بأكمله، والمجيء بنظام جديد، دستور جديد،
خرجوا يطالبون بالحرية، خرجوا يطالبون لتصحيح الديمقراطية. الديمقراطية مختطفة لأنها ليست فقط صناديق اقتراع وانتخابات مزورة كل 4 سنوات بمشاركة ضعيفة. الديمقراطية تعني حرية الرأي، حرية التعبير، حرية التظاهر السلمي، وكذلك حرية المعتقد وحرية التعبير عن الرأي. لذلك نحن الآن نشعر أن ليس فقط الديمقراطية مختطفة، وأن البلد بأكمله مختطف من هذه الأحزاب والقيادات السياسية. بالأمس ضربنا هنا في ساحة التحرير، تم الاعتداء على الطلاب من قبل جهة سياسية معينة. اليوم مسيرتنا للرد على هذا الاعتداء، تم الاعتداء على طالبة عراقية وتم الاعتداء على طلاب عراقيون منظمين للمسيرة. اليوم خرج زملائنا الطلاب بالآلاف بمسيرة ضخمة حاشدة من وزارة التعليم إلى التحرير للرد الاعتبار. في بداية التظاهرات لم تكن استقالة عادل عبد المهدي مطلب للثوار، لكن عادل عبد المهدي وضع نفسه بمواجهة الثوار المنتفضون. قتلنا، هو المسؤول عن قتل أكثر من 700,000. كان مطلبنا اختيار رئيس وزراء مقبول من قبل ساحات الاحتجاج وفق مواصفات أطلقتها الساحات اتفقت عليها في جميع المحافظات المنتفضة. الذي حدث أن جهة سياسية معينة اتفقت مع جهة سياسية أخرى لترشيح محمد علاوي وهو خاء وهي ولا تنطبق عليه المواصفات. حددنا 7 مواصفات ولا نقطة من النقاط السبعة تنطبق على علاوي. علاوي هو مرشح الأحزاب الفاسدة، أعطى تعهدات لهذه الأحزاب، وهذا يرعبنا. نحن نقول نريد رئيس وزراء يحاسب قتلتنا. من قتلنا هم الأحزاب، تأتي هذه الأحزاب برئيس وزراء، يعني لا يستطيع محاسبة هذه الأحزاب. لذلك مطلبنا تغيير رفض محمد توفيق علاوي لأنه جاء من قبل أحزاب هي متورطة بدمائنا. استحي من المال وبيها شبهكم، استحي من المال وبيها شبهكم، وعارع للسلم لو منها احسبكم. عراقية شريفة وتنقمع يا حيف، اظن الغيرة كانت ماكو في قصصكم. استحي من المال وبيها شبهكم، وعارع للسلم لو منها احسبكم. عراقية شريفة وتنقمع يا حيف، أظن الغيرة كانت ماكو بقصصكم. لأن أحرار إحنا ولد هاي القاع وعبيد أنتم، ولأن أي وطن ما عندكم ضربتونا بحقد، ظلكم نقل ونخاف. جينا ضعاف، شوفوا عض أصابعكم، قلتنا نصر نشبه أصحاب حسين. نشبه أصحاب حسين، ويا جيش الشمر يا ضعف كثرتكم. الطالب تاج راس الوطن موش أشخاص. الطالب قلتنا نصر نشبه أصحاب حسين، ويا جيش الشمر يا ضعف كثرتكم. الطالب تاج راس الوطن موش أشخاص، ولأن أنتم ذيول الوطن ما يهمكم، بس ابن العراق اللي يظل بالتحرير. الله الحامي جاش اللي بحمايتكم. وفوتي بسوتك يا بغداد. بغداد محتاجتكم، ها انت شو تقولون؟ وفوتي بسوتك يا بغداد. هذا صوت فيروس الطابق الرابع. وفوتي بسوتك يا بغداد. خلي
نسوي وسوي نشتم الهواء يا عالم نبدي صفحة من الجيلات نسحق احنا على الفساد نبدي صفحة من الجيلات نسحق احنا على الفساد لا تزال الهتافات نفسها لأن الأحزاب باقية وتتمدد لم نحصل أي شيء مقابل 700 شهيد لم تتحقق أي هدف من أهداف الثورة 700 شهيد وجريح ولم يتحقق أي هدف من أهداف الثورة محمد توفيق علاوي شخصية جدلية هل ضحينا ب 700 شهيد من أجل شخصية محكوم عليها 7 سنوات إرهاب هل يعقل؟ ذلك؟ باطل 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 محمد توفيق علاوي باطل 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 ما عنده اي خط احمر السياسي جلده
قدوم وأقلام فيها السلاح أعلام ثورة قدوم وأقلام فيها السلاح أعلام هي سلمية سلمية ثورتنا سلمية هي سلمية ثورتنا سلمية ثورة قدوم وأقلام فيها السلاح أعلام ثورة قدوم وأقلام فيها السلاح أعلام سلمية سلمية رفض توفيق علاوي جاء لأنه جاء بنفس الآليات التي جاء بعبد المهدي من خلالها وهي آليات المحاصصة والتوافق السياسي بين الكتل. التظاهرات بدأت منذ التشرين الأول لرفض المحاصصة ولرفض الآليات التي جاءت بعبد المهدي وشكلت الحكومة من خلالها. فتوفيق علاوي جاء بنفس الآلية وهي الآلية التي ينظر المتظاهرون لها بأنها ستؤدي إلى الفشل الحتمي لا نهاية. الهدف واحد أنه تظاهرات التي بدأت في تشرين الأول حصل فيها مشهد تضامني وطني في كل المحافظات العراقية. طلاب جزء من المشهد التضامني في البلاد. أعتقد أن الطلاب مطلبهم هو مطلب المحتجين إنقاذ النظام السياسي من المحاصصة ومن الفساد. يستمرون إلى أن تتحقق مطالب المتظاهرين و أن تأتي الكتل السياسية برئيس وزراء غير جدلي أو وغير الجدلية أنه لا يأتي عبر الآليات التي جاء بعبد المهدي من خلالها وهي آليات المحاصصة. جانب هو
الغاية من هاي المسيرة هي طبعاً استمراراً للمسيرات السابقة المتعلقة بالاحتجاجات وبمطالبها. يعني هاي المسيرة هي استكمالاً للمسيرات الطلابية اللي سبقتها، وهذا تأكيد على استمرارية الطلاب بدعم الاحتجاج وبزخمه وبكونهم جزءاً منه. طبعاً الرفض ما يتعلق بالشخص قد ما يتعلق بالآلية اللي جاءت بهذا الشخص. الرفض متعلق بآلية المحاصصة والتوافق بين الكتل التي أنتجت علاوي، شبيهة بالتوافقات والتحاصصات التي أنتجت رؤساء الوزراء السابقين. فهنا هو هذا الشيء الذي خرجنا ضده، هم لا زالوا مستمرين عليه، لا زالوا يعملون به، فهذا هو سبب الرفض. مستمرين ما لم تتحقق مطالبنا، مطالبنا استمراريتنا مرهونة بتحقق مطالبنا.
مؤيدين اصلا كم مرشح، بس ما يجي مرشح احنا منتخبي او الشعب هو مرايده ويجون يقولون انه الشعب هو الرادة، هذا شيء كلش مرفوض من عندنا. لذلك طلعنا مسيرات، طلعنا يوميا احنا متواجدين 24 ساعه بالتحرير ضد هذا الشيء. احنا ردنا مرشح، ما منتمي لاي حزب، ما منتمي لاي تيار، مستقيل، ما عنده جنسيه خارجيه، عراقي الاصل، وما عنده اي وزاره كان قبل. اول شيء حفاظا على دم شهدائنا اللي راحوا، يعني اكثريتهم كانوا دكاتره، مهندسين، اخوان نساهم. فلذلك عفنا هذه السنه عمود ناخذ وطن اللي احنا نتمناه، اللي احنا نريده، اللي نريد نشوفه نفتخر به قدام العالم. فلذلك احنا اعتصمنا وما جايين نداوم حد ما تحقق مطالبنا. اكيد يومين هذا الشيء، لانه احنا ما نريد لا حزب لا تيار، ما نريد اي شيء خاص، احنا نريد بالتحرير نتواجد كلتنا عراقيين، كلتنا سواسيه، ما نريد احد كبير علينا، كلتنا هناك سواسيه وبس الله كبير. بالله بوصحناهم صوت من خاف ونرجع، بالله
ونرجع من خاف احنا من التهديد والثار مربع من خاف احنا من التهديد والثار مربع والصوت خليه يتحالف من خاف من مشاله.